اه يا ربي اقسم قاع بالليل وبالنار وبهذا الانسان قاع. علاش علاش هذا الليل وهذا النهار هو الظرف الزمني، هو زمن السعي يا سيدي، وهذا السعي هو انت. زيد فعليك ان تغتنم الليل والنهار وتعاقبه من اجل ان تقوم بواجبك، فلا تضيع الوقت فانك سترحل الى الله اذا ضيعت الوقت فقيرا فقيرا، فانك لن تزول قدماك يوم القيامة حتى تسأل عن أربع: عن عمرك فيما أفنيت، عن شبابك فيما أبليت، عما مالك من أين أتيت منه وفيما أنفقت، عن علمك ماذا عملت به. قالي غيغلز إخوانك هناك يفعل بهم العجيب، وأمة كشيحة لا تتكلم في هذا الوقت. واجب الوقت، واجب الوقت. أمة تتفرج على أشلاء أبنائها، لم تستطع أن تفتح معبرا واحدا، وهم يتبجحون ويقولون لن ندخل أبدا الوقود إلى غزة. هذه الأمة التي تسعى لخدمة دينها، الأمة التي تعرقل حتى من يريد أن يقدم أدنى واجبات نحو إخوانه يرقصوا ويغنوا في أرض الحرمين. أين العلماء ليفتوا بأنه لا يجوز لمسلم أبدا اليوم حينما تخلى الناس عن هذه القضية أن يهبوا جميعا من أجل إنقاذ إخوانهم إعذارا لله؟ فإنك يوم القيامة محاسب، فعد للسؤال جوابا. قبل ما نجيو ضربوا ثلاثة تاع مستشفيات، مستشفى الأندلسي، القدس، الشفاء، وقبل ما ندخل هنايا زادوا ضربوا المستشفى تاع الشفاء. وعدو الله يقول مازال غادي نزيدوا، لا نتوقف. وميريكان تقول لهم زيد، يعني خصنا نديرك، لأنهم فشلوا في مواجهة الأسود. يريد أن يصوروا لذلك الشعب المغرر به اللي كيسمى أنهم أبطال. أبطال مع من؟ مع النساء والأطفال. هذا هو. أين سعي الأمة في تدارك إخوانها في تلك الأرض؟ اللي راه يمشي والنهار راه يمشي وغادي ما تدير والو، تلقى الله تعالى ويبقى السؤال معلق: واش درت لخوتك؟ أين سعيك؟ أين حركتك؟ ها؟ من أجل تحقيق ما أراد الله منك، خاصة في تأييد إخوانك. وهذه كتسمى، هذه اسمها، نقول لكم المذهب ديال الإمام مالك. المالكيين، نقول لكم المذهب تاع الإمام مالك. يقول الإمام مالك: إذا استحل عدو أرضا من أراضي المسلمين وجب على كل مسلمي تلك الأرض أن يقوموا بالجهاد. لا يستأذن الولد والده ولا تستأذن الزوجة زوجها. هو سمعت؟ هو سمعت؟ فإن قاموا بالواجب وأدوا ما عليهم وطردوا العدو الصائل الظالم رفعت تكليف على الآخرين. فإن لم يستطيعوا أن يؤدوا الواجب بقي الواجب، فيصبح الجهاد واجبا على الأراضي المتاخمة للأرض المعتدى عليها. كل شيء يهب، مصر، الأردن، ذوك الدول. فإن قاموا بتحقيق الواجب وإلا وجب على المسلمين في الأرض كلها أن يقوموا لنجدة إخوانهم، لا تستأذن الزوجة زوجها ولا الولد والده. كلهم يسعون، يسعى أدناهم بذمته، يسعى بذمتهم أدناهم. قال عليه الصلاة: المؤمنون إخوة، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم، وهم يد واحدة على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم. الله أكبر. هذا الإمام مالك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتبين أن السعي، إذن واسمه السعي، واسمه السعي،
هو إن شاء الله تبارك وتعالى لا علاقة له بسرعة الحركة، ولكن له علاقة زيد بالمبادرة والمسارعة. ما معنى المسارعة؟ أنك ما تستناش تخلط عليك هذاك الشيء، عاد وتنوض عاد. ولذلك